مهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره قال نصا لاعضاء المجلس بلاش خناقات على لجان بطوله امم افريقيا اللي هتستضيفها مصر الصيف اللي جاي، لاننا مش عاوزين طبعا نعتمد على اهل الثقه، احنا عاوزين الناس اللي فاهمه اللي عندهم خبرات عشان البطوله تطلع بافضل شكل ممكن ومنتخبنا بيحقق نتيجه ان شاء الله تكون جيده جدا وهي الفوز بكاس الامم الافريقيه. طيب عايز كمان خبر مهم جدا جدا جدا. ايه الخبر دوت؟ في صدام جديد من نوعه ما بين اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني والمهندس هاني ابو ريده. ايه هو الصدام دوت؟ طبعا المهندس هاني ابو ريده قعد مع اجيري وقال له خلاص كل الشعب المصري بيطالب بالبطوله كاس الامم، طالما اتلعبت في مصر طبيعي جدا ان احنا لازم نفوز بيها. ده ما عجبش اجيري، يعني قال انا ما بحبش اشتغل تحت ضغوط، لو عايزين اشتغل تحت ضغوط انا اقدم استقالتي، انا ما بعرفش اشتغل تحت ضغوط، وعشان انت بتطلب مني البطوله انا عايز 5 أو 4 مباريات دوليه قويه. طبعا ده مستحيل يحصل لان كاس الامم هيتوقف الدوري قبلها مثلا ب 15 يوم ب 20 يوم، لكن بالكلام اللي بيقوله اجيري اعتقد ان لازم الدوري يتوقف من فتره كبيره جدا، وده طبعا مش هيحصل لان طبعا الحاج عامر حسين طبعا مش هيعجبه الكلام ده.